تفضل يا ابو علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام، تفضل. ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا العزيز، خل نعرف قدر الأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الله عليه وسلم. غزوة حنين. صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين قاتل الأنصار مع الرسول صلى الله عليه وسلم قتالا شرسا، نعم. وعندما ربحوا المعركة قام الرسول صلى الله عليه وسلم بتوزيع الفيء وغنائم المعركة، وزعها على قبائل العرب وعلى بعض الناس من قريش، ولم يكن في الأنصار منها شيء، ما أخذوا الأنصار من غنائم المعركة أي شيء، صحيح صحيح. وجدوا في نفسهم بعض العتب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فدخل سعد بن عبادة، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هذا القيل والقال في عند الأنصار؟ قال: أنا منهم يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اجمع لي إياهم في أي مكان حتى أنا أتكلم معهم. فجمع الأنصار بعد انتهاء المعركة، وجاء سعد فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو طبعا رد له سعد ابن عبادة، قال له: ما أنا إلا من قومي، يعني أنا واحد من عندهم، فأدي أسمع هذا القيل والقال عن توزيع الفيء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، اسمع على قول الرسول صلى الله عليه وسلم بأمي وأبي أنت يا رسول الله. كيف كان يضع مستوى الأنصار في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بلغني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، ألم تكونوا ظلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. وقال لهم: والله لو قلتم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعشر الأنصار، والله لو قلتم أو والله لو قل أو لو شئتم لقلتم، أن يعني الرسول يقول نعم. لهم: لو شئتم لقلتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، يا محمد أتيتنا من مكة مكذبا، الناس كذبوك فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأسيناك. اسمع يا شيخ، الله يبارك بك، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله في رحالكم؟ خلوا الناس يأخذوا الشاة والبعير وأنتم ترجعون برسول الله في رحالكم. فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. اسمع يا شيخ، والله يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لو لم أكن مهاجرا لكنت امرئا من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم اسمع الدعاء، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبنائي أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى اخضبت لحاهم. اسمع يا شيخنا، هاي المواقف تنسي حتى يطلع واحد يقول لك ارتدوا. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وإياك يا غالي، وإياك.